الباكين الاولي باقي زعما العقلية ديال الحمد لله. حقوقي حقوقي تمر في عروقي ولن أنساها ولو يعزموني. حقوقي حقوقي تمر في عروقي ولن أنساها. حقوقي حقوقي تمر في عروقي ولن أنساها ولو أعزموني. حقوقي حقوقي تمر في عروقي. السائق المهني تمارس عليه كل الضغوطات، الضغط ديال الريسيتا المرتفعة في مدينة طنجة، الضغط ديال المحروقات، الضغط ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضغط ديال المعيشة، والضغط الكبير. عيد الأضحى المبارك، وأتحدى أننا شي سائق عنده الفلوس موفرين ديال الأضحية ديال العيد. فلهذا نطالب السيد الوالي المحترم بصفته الممثل الأسمى بعد صاحب الجلالة في هذه المدينة، ما دمنا في الجهة وفي إطار الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة، أن يفعل التسعير المعمول بها في مدينة تطوان أن تطبق في مدينة طنجة. وشكرا لقناة اليوم 24 الإدارية الإعلام الحر، الإعلام الصادق اللي من خلاله كيوصل هذا الصوت ديال السائق المهني للرأي العام المحلي والوطني. إذن هنايا حنايا هذه نقطة ديال التسعيره، هي نقطة التي افادت كاس، اما هي مجموعه ديال المشاكل اللي كيعاني منها هذا القطاع هذا. حنايا مجموعه اللقاءات، مجموعه الاجتماعات، اجتمعنا مع الناس في الولايه الجهه الوصيه من اجل الزياده هذه، لان حنا الظرفيه الان كتماشى والزيادات في الاسعار وهذا التضخم اللي حصل الان، وهذه الواجبات ديال الانخراط اللي كتنتظر السائق من هاد 190 درهم، فما بالك مجان معاشات خصو حتى هو يخلصها واحد 240 درهم حتى هي، اذا غادي تزاد عليه واحد تقريبا واحد 600 ولا 500 درهم في الشهر، وانت باقي كتشتغل باقي كنشتغلوا بهذا العداد المهين الموديل. هادشي ماشي معقول، وهذا الشيء هذا علاش حنا اليوم ان شاء الله غادي نوقفوا امام يعني ولايه جهه طنجه تطوان من اجل التنديد بهذا العداد المهين بهذه السعيره. وحنايا رافضين الزياده اللي عطاتنا الولايه ديال ادنى ثمن رحله، ادنى ثمن رحله يعني قصدت بها ديك الضعيف اللي كيخلص 5 درهم زادت عليه 2 درهم، ولكن الشخص اللي كيخلص 15 درهم و20 درهم ما زادتش عليه حتى درهم. اذا هنايا كاين التمييز حتى في الزياده. فالهيئات النقابية أعلنت على الوقفة الاحتجاجية اليوم ابتداء من الساعة 11 الصباح أمام الولاية ديال الجهة. حنا اليوم كنتجمعوا هنا عاد غنطلقوا أمام الولاية. الوقفة الاحتجاجية جات من بعد ما أن السلطات رفضت أنها تزيد في هذا العداد، وهذا العداد بالنسبة لنا حنا كسائقين مهنيين هو أدنى تسعيرة على المستوى الوطني كنشتغلوا بها حنا في مدينة طنجة. وهذه السعيره اللي ما عرفتش الزياده منذ 2003، حنا الان في 2023، 20 سنه مثلا، وهذا العداد لم يتحرك كانه عقيم. رغم كل الويلات والمصائب اللي كيعاني منها السائق المهني سواء في مدينه طنجه او في ربوع عبد الوطن الحبيب، نظرا لارتفاع ديال المحروقات والغلاء ديال المعيشه وارتفاع ديال الاسعار في كل المواد الاساسيه والضروريه، إلا أن قطاع سيارات الأجرة في مدينة طنجة ممنوع عليه الزيادة في العداد أو تعديل هذا العداد. إحنا كسائقين مهنيين هذه الزيادة اللي كنطلبوها هي زيادة يعني عادلة وبسيطة جدا. بالنسبة للرأي العام المحلي الطنجاوي اللي خصو يفهم بلي أن هذه الزيادة هي بسيطة جدا، معنى أن كنت كتمشي بواحد الرحلة ديال 10 دراهم غادي تزاد عليك درهم في الرحلة ديال 10 دراهم، والحد الأدنى بدل من 5 دراهم غيرجع 7 دراهم، لان عيب وعار ان سياره الاجره توقف لثلاثة ديال الناس وبالباجاج ديالهم ويهزهم ويوصلهم للوجهه اللي هما قاصدينها
ويعطيوه 5 دراهم ويمشيوا في حاله. جينا كم مجموعه ديال الاخوان ديالنا السائقين الغيورين على المهنه وعلى المهني، جينا باش نعبروا ونددوا على صراحه التدخلات ديال السلطات المعنيه بالامر اللي مده وحنا كنطلبوا زياده في التسعيره ودائما كترفض الرفض التام الاخوان ديالنا. حنا جينا دابا في هذه الساعه هذه للصراحه وصل المياه لمجاريها، وصل الضغط عند السائق المهني، تعصب وانفجر وباغي يخرج يعبر على السقط ديالو السياء ديالو ما يخص زياده في التسعيره. حنا وصلنا معاهم ادنى مسافه على 7 دراهم، الحق ليست كافيه للسائق المهني، حنا باغيين زياده في التسعيره في المتراج في الكونتادور في الدوره ديالو باش تعديل العداد باش السائقين يحاولوا يكون واحد الدخل اليومي رمزي لهم باش يتعاونوا على المصاريف اليوميه ديالهم. كما كتعرفوا السائقين ما عندهم لا استقرار في العمل لا تش حاجه، كاين الطرد التعسفي على الاخوان ديالنا، كاين العرض اكثر من الطلب. الظرفيه ما كتسمح لناش بتاتا باش نحنا نشتغلوا بهذا العدد هذا، وعملنا لقاءات تشاوريه مع الولايه وتبعنا المسطره قانونيا، ولكن كان دائما الرفض، لقاءات مشتركه مع الولايه مع الجهه الوصيه ولكن كان دائما الرفض. عطاونا غير 2 دراهم زياده في العدد وغير كافيه بالنسبه لنا حنايا كسائقين مهنيين في الظرفيه اللي كنعيشوها حاليا، لان حنا كنطالبوا بتعديل في العدد في الكيلومتراج، لان الوضعيه الراهنه وهذا الغلاء وهذا الظرفيه اللي عايشين فيها حنايا ما كتبشرش بالخير، وحنايا كنعانيوا بحال اللي ذكروا الاخوان مجل المشاكل وبزاف في هذا القطاع هذا. ما عندناش استقرار في العمل، ما عندناش، ما توصلناش بالدعم المهني، ما كنستافدوا حتى شي حاجه، ومع ذلك الدوله او لا الجهه الوصيه رافضه تعدلنا هذا العدد، والتحقنا بالاخوان ديالنا ربما يكون شي حاجه ان شاء الله في هذه الوقفه احتجاجيه. الزياده هي الحل، ما عندناش شي حل باش نواكبوا هذه الظرفيه هذه، باش نواكبوا هذه الظرفيه ضروري بالزياده. كيف يعقل مدينه وحده في المغرب اللي باقا كتهز 3 د الناس ب5 دراهم، 3 د الناس ب5 دراهم بالباكاج ديالهم بكل شيء ديالهم.